الولايات المتحدة الأمريكية تحدت الجميع في النفوذ الذي تمتلكه في الشرق الأوسط، وتحدثت بشكل خاص وخصصت في تحديها وتحدت إيران وروسيا وكذلك الصين، وهذه كلها جاءت بتصريحات من جينيفر كابيتو. وهذه جينيفر كابيتو هي عبارة عن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إيران والعراق، كانت في مؤتمر صحفي أقامه الأتلانتيك كونسل يوم أمس. وهذا المؤتمر الصحفي أساسا هو كان مخصصا للعراق، كان ينظر إلى العراق وماذا بعد 20 عاما من احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق والتحولات والاضطرابات التي عانى منها العراق. وبالتالي جاءت جينيفر كابيتو ووضعت هذا التصريح المثير للغاية وقالت: لن ننسحب من الشرق الأوسط ونترك فراغا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران. وهذا التصريح هو يأتي تأكيدا لتصريح أساسا بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب صدر في يوليو الماضي من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن عند زيارته إلى الشرق الأوسط وتحديدا إلى المملكة العربية السعودية. تصريح جينيفر كابيتو أيضا يأتي بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الدفاع الألمانية بتمديد وبقاء القوات الألمانية في العراق لمدة عام كامل بعد تصويت البرلمان الألماني بالموافقة على تمديد مهام القوات الألمانية في الداخل العراقي. ولكن التصريحات القادمة من كابيتو أيضا في نفس الوقت هي تأتي مع تقارير كثيرة تتحدث عن أن هنالك مطالبات من رئيس ومطالبات يتعرض لها رئيس الحكومة العراقية أو رئيس الوزراء العراقي المكلف السيد محمد شياع السوداني. هنالك مطالبات بأن عليك أن تخرج القوات الغربية وتحديدا الأمريكية من العراق، وكانت هنالك تفاصيل كثيرة قد صدرت اليوم من قبل العربية الجديد حول هذه المسألة، وأكدت بأن هنالك بعض القوى من الإطار التنسيقي طلبت من السيد محمد شياع السوداني أن يدرج في برنامجه الحكومي مسألة إعادة النظر في القوات الغربية الموجودة في العراق، وتحديدا كما تحدثنا الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم يريدون إخراج جميع القوات الأجنبية من العراق، لأنهم من وجهة نظرهم يرون أن هذه القوات بأجمعها وبأكملها هي قوات احتلال. هذا على الرغم من أن القوات الأمريكية فعلا قد تحولت من قوات قتالية إلى قوات استشارية في فترة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، وعلى هذا الأساس هم بنوا مطالباتهم، وهذا قد نراه في البرنامج الحكومي طبعا للسيد محمد شياع السوداني القادم طبعا، وسنرى ما الذي سيحدث. ولكن الأهم من هذا الأمر بأن كانت هنالك أيضا تفاصيلا أخرى مقابلة ومعارضة لهذا الطلب القادم من بعض القوى في الإطار التنسيقي. فتقرير العربية الجديد أكد بأن هنالك جنرالا وبتصريحات من جنرال عراقي في الجيش العراقي أكد بوضوح وقال بأننا لازلنا بحاجة للتحالف الدولي للقوات الأمريكية لأنها تساعدنا كثيرا في مسألة الغطاء الجوي. على سبيل المثال الغطاء الجوي الأمريكي مهم لتمشيط المناطق الغربية الصحراوية الكبيرة، طيران لمدة 24 ساعة تقريبا، فيه الكثير من المعلومات التي تقدم للجيش العراقي. أيضا أن هنالك عمل كبير يأتي من القوات الأمريكية في مسألة مراقبة الجبال وكذلك جيوب تنظيم داعش وما يجري من تحركات، تتوفر المعلومات، الجيش العراقي ينفذ هذه العملية ضد تنظيم داعش الإرهابي. حتى أكد هذا الجنرال بأن القوات الأمريكية عندما يطلبون منها تنفيذ ضربات في الداخل العراقي ضد هذا التنظيم الإرهابي فإنها تأتي بسرعة قادمة من قاعدة أنجرليك في تركيا أو حتى تأتي من الخليج العربي لكي تقوم بتنفيذ المهام التي يطلبها منها طبعا أو يطلب هذا الأمر الجيش العراقي من الجيش الأمريكي أو مستشارية التحالف الدولي الموجودين. وبالتالي هنالك خدمة كبيرة وأن العراق بحاجة إلى هذا الأمر، بل أن هذا الجنرال العراقي أكد أيضا للعربية الجديد أن هنالك تكلفة كبيرة على الجيش العراقي إذا ما انسحبت القوات الأمريكية ولم يعد هنالك غطاء من الجيش الأمريكي
الأمريكي في هذه المسألة. العراق أولا غير قادر على تحقيق مثل هذا الغطاء، تكلفة عالية جدا في هذه المسألة، وبالتالي من الصعب للغاية تخيل الوضع العراقي في مواجهة داعش من دون هذه المعلومات المهمة التي دائما ما تتوفر للجيش العراقي ليحقق ضربات دقيقة كما تحدثنا. وعادة الطيران بالنسبة للقوات الأمريكية في الفلايت رايدر 24 بين فترة وأخرى تدخل على الفلايت رايدر 24 ستجد طائرات وطائرات الأمريكية وهي تحلق في الصحراء، على سبيل المثال هذه الحدود العراقية السورية هي تحلق قادمة من هنا البغدادي من قاعدة عين الأسد، تحلق تجمع المعلومات ترى ما يجري في المنطقة وتوفر المعلومات، وطائرات مهمة للغاية تعمل لفترات طويلة في الأجواء العراقية مثل RC-135 ريفت جوينت، هذه تسمع كل ما يجري في العراق من تحركات من اتصالات وتراقب وتجمع معلومات دقيقة للغاية عما يجري على الأرض العراقية، وبالتالي هي مسألة مهمة للغاية. كذلك هذا الجنرال أيضا تحدث عن مسألة صيانة الأسلحة الأمريكية التي يستخدمها الجيش العراقي، والحديث هنا عن دبابات أبرامز الأمريكية وكذلك طائرات F-16، وأكد بأن هذه الأسلحة من الممكن أن تتحول بسرعة إذا ما انسحب مستشاري التحالف الدولي وتحديدا الأمريكيين منهم ستتحول إلى خردة، لأن العراقيين لا يعرفون كيف يقوموا أو كيف يعملوا على عملية الصيانة لهذه الأسلحة، لا زال الأمريكيين هم من يقوموا بهذه الصيانة. ولكن في نفس الوقت هو أكد أن الأمريكيين لا زالوا يدربون العراقيين على مسألة صيانة هذه الأسلحة للفترة القادمة، وبالتالي نحن بحاجة بحسب تصريحات هذا الجنرال العراقي لوجود القوات الأمريكية لهذه الأسباب، وهذا ما أضافه من تصريحات على ما ذكرته لكم. قال العراق ما زال بحاجة للوجود الأمريكي، وأن توصية وزارة الدفاع الأخيرة في هذا الشأن ستكون ملزمة للحكومة المقبلة في مسألة التعاون مع الولايات المتحدة، وأضاف أي إخلال بالاتفاق المبرم يعني تحول أسطول طائرات F-16 إلى كومة خردة لا يمكن تشغيلها من قبل العراقيين وكذلك وحدات دبابات أبرامز الأمريكية. جينيفر غافيتوب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إيران والعراق لم تكتفي في مسألة تحدي النفوذ وقولها بأننا سنبقى في العراق وفي الشرق الأوسط تحديدا، وتحدث النفوذ الإيراني والروسي والصيني، هي لم تكتفي بذلك بل إنها وضعت تصريحات توضح بأن من يريد إخراج القوات الأمريكية أو مستشارية التحالف الدولي من الداخل العراقي هي في حقيقة الأمر أو حتى من الشرق الأوسط هي إيران هي التي تريد هذا الأمر وليس هنالك، ولا تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة بأن هذا المطلب مثلا هو مطلب عراقي خالص، إيران هي من تريد إخراج الولايات المتحدة الأمريكية بحسب وجهة النظر الأمريكية، وهذا ما قالته غافيتو على هذا الأساس يوم أمس في المؤتمر الصحفي في الأتلانتيك كونسل. وقالت وعدت إيران بطرد القوات الأمريكية والدبلوماسيين من العراق والمنطقة كما قاموا بشكل مباشر وغير مباشر بمهاجمة القوات الأمريكية في العراق وأماكن أخرى. الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك عندما تأتي التصريحات الأمريكية بهذا الشكل، فالمسألة أيضا هي مرتبطة في الطاقة تحديدا وتحديدا التركيز على ما يأتي في إقليم كردستان. فغافيتو أيضا كانت لديها تصريحات لوكالة رودا وقد نشرت يوم أمس، أكدت بأن إيران قامت بمهاجمة، طبعا كما نعلم جميعا هاجمت مراكز الطاقة أو الطاقة الموجودة في إقليم كردستان، شهدنا هذا الأمر جميعا، فصائل مسلحة تابعة لإيران في الداخل العراقي أيضا هاجمت هذه الحقول للطاقة وحقول الغاز الطبيعي، وهي أبدت قلقها على إقليم كردستان، أبدت قلقها كذلك على الشركات الأمريكية والاستثمار خاصة وأنهم يريدون تنمية هذه المنطقة وتنمية الغاز الطبيعي وإنتاج الغاز الطبيعي في العراق، وذلك لأن هنالك أزمة للطاقة كبيرة ويريدون الاستفادة من الغاز الطبيعي الذي من المفترض أن يمتد إلى تركيا إلى أوروبا لحل مشاكل الطاقة التي يعاني منها طبعا العالم. هذه تعتبر واحدة من الحلول، هي ليست الوحيدة، وبالتالي مشاكل الطاقة التي تأتي في روسيا والحرب الأوكرانية المستمرة حتى هذه اللحظة هذه واحدة من الحلول، هنالك قلق، لابد أن نبقى وأن نتواجد من أجل حل هذه المشاكل قدر الإمكان. أيضا في نفس الوقت أن الأمر هو مرتبط كما تحدثنا في النفوذ، الأمريكيون وغافيتو تحديدا تتحدث عن تحدي النفوذ الإيراني، تحدي النفوذ الصيني وتحدي النفوذ الروسي، لن ننسحب وندع هذه الأطراف
تأخذ النفوذ الكبير الموجود في المنطقة والتركيز الكبير الذي يأتي هنا من الأوساط الأمريكية أيضا، هي تركز على مسألة ما تراه الصين. بدأت الأوساط الأمريكية تجد بأن الصين تنظر إلى أن هنالك فرصة في الشرق الأوسط لعملية زيادة نفوذها في ظل أن الولايات المتحدة الأمريكية كما شاهدنا في بداية فترة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب، تغير وضعها، غيرت وضع القوات الأمريكية في العراق إلى قوات استشارية، كان هنالك كلاما عن انسحاب من سوريا، تفكير في تخفيض عدد القوات وغيرها. وعلى هذا الأساس وجاءت طبعا الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي الصين وجدت طريقا بحسب الأوساط الأمريكية أن تزيد من نفوذها، وهذا ما انتبهت إليه الأوساط الأمريكية، ووجدت أن الولايات المتحدة الأمريكية في تحدي كبير مع الصين في الشرق الأوسط، وأن عليها مواجهة هذا التحدي، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في مشكلة حقيقية مع المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تمتلك هذه العلاقات الكبيرة، بل إنها بدأت تميل أكثر إلى روسيا وإلى الصين، وهذا يعطي فرصة جيدة ورائعة للصين أن تستثمر في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك بقائهم في الشرق الأوسط هو يعتبرونه مهما. والأوساط الأمريكية التي ذكرتها لكم مثلا الواشنطن إنستيتيوت مؤخرا في 18 أكتوبر أي الأسبوع الماضي كانت قد تحدثت عن مسألة التحدي مع الصين في الشرق الأوسط إذا ما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، ونشروا خارطة لطبيعة التواجد الصيني والاستثمارات الصينية كما تلاحظون هنا بالنقاط الحمراء، هي مسألة الاستثمار الصيني الذي تعتبره طبعا الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من نفوذ للصين تبحث عنه في الشرق الأوسط. إذا ما اقتربنا من العراق فهم يجدون بأن أهم استثمارين لدى الصين والذي يعتبرونه نفوذا يهدد المصالح الأمريكية هو طبعا في ميناء البصرة وكذلك في ميناء أم قصر، هنالك استثمار في الإمارات، استثمار في عمان، وأيضا استثمار في السعودية. هذه الاستثمارات من الممكن أن تزداد لو سحبت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تماما من الشرق الأوسط كما تريد إيران بحسب التصريحات الأمريكية، وهذا ما سيدفع الصين أساسا للذهاب إلى أبعد من ذلك، أن تندفع لبيع الأسلحة الصينية هذه المرة إلى منطقة الشرق الأوسط. وعلى هذا الأساس نشرت هذه الدراسة في الواشنطن إنستيتيوت طبيعة مبيعات الأسلحة الأمريكية مع روسيا مع فرنسا إلى الصين، مبيعاتها منذ عام 2011 إلى عام 2021 للشرق الأوسط وإلى شمال أفريقيا، وكما تلاحظون المبيعات للأسلحة الأمريكية هي الأعلى على الإطلاق، روسيا تأتي في المرتبة الثانية كربع، تقريبا الربع من مبيعات الأسلحة الأمريكية في هذه السنوات العشرة سنوات من 2011 إلى 2021، ولاحظ الصين تأتي في المرتبة الأخيرة. ولكن هنالك خطر مع الخلافات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات، فلاحظ أن في السنوات التي ذكرناها من عام 2011 إلى 2021 فأن المملكة العربية السعودية هي أكثر دولة اشترت الأسلحة الصينية مقارنة بجميع الدول التي ترونها، والإمارات العربية المتحدة كذلك تأتي بنسبة عالية وجيدة كما تلاحظون هنا، السودان، قطر، العراق حاضر في هذه المسألة، وبالتالي هم سيعطون نفوذا كبيرا للصين إذا ما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يوضح أن هذه الدول ستذهب بعيدا في شراء الأسلحة الصينية، ويوضح النفوذ الكبير. بل إن عندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فإن في هذه الدراسة في الواشنطن إنستيتيوت وجدت أن المملكة العربية السعودية تعتبر ثاني أخطر بلد من في على المستوى الصيني والنفوذ الصيني، أي بما معنى أن الاستثمارات الصينية الموجودة في السعودية هنا هي تهدد المصالح الأمريكية إذا ما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية. السعودية في المرتبة الثانية، الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة، ننسحب سنجد هذه الدول تصبح أو يصبح فيها النفوذ الصيني كبير للغاية. على هذا الأساس هم لا يريدون لهذا الأمر أن يتحقق، وعلى هذا الأساس نحن نريد البقاء للحفاظ على الطاقة لمنع الصين من هذا النفوذ الذي بدأت تظهر عليه هذه الدراسات، وهذه واحدة منها، نمنع إيران من زيادة نفوذها ونحاول أن نصل إلى طريق في هذه المسألة. كذلك أنهم حققوا نجاحا كبيرا مع الانسحاب الروسي الذي يأتي من سوريا،
روسيا الآن هي منسحبة من سوريا كثيرا منذ مايو الماضي، تأتي التقارير عن هذه الانسحابات الروسية، وكان آخر تقرير على سبيل المثال صدر بهذا الشكل من النيويورك تايمز في 19 أكتوبر، تحدث بأن روسيا سحبت جميع المنظومات الدفاعية التي تمتلكها من نوع S-300، سحبت الكثير من قياداتها، سحبت الكثير من قواتها، وأنها أصبحت قليلة النفوذ، النفوذ الروسي أصبح أقل، وبالتالي هي فرصة للولايات المتحدة الأمريكية أن تثبت نفسها، وعلى هذا الأساس هم سيبقون في الشرق الأوسط بحسب كل هذه الدراسات. وبالتالي جافيتو لا تأتي، جينيفر جافيتو بهذه التصريحات مؤخرا ببقائهم في الشرق الأوسط هي لا تأتي من فراغ أبدا، وخاصة أن روسيا رغم كل الانسحابات التي قامت بها لم يتغير شيء، وأن أوكرانيا لا زالت تتقدم في المعركة بشكل كبير للغاية ضد طبعا روسيا رغم التجديدات الروسية وغيرها. وعلى هذا الأساس واضحة الرسالة من الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو لجميع الأطراف التي تريد من القوات الأمريكية أن تنسحب من العراق.